رغم التقدم الصناعي المذهل الذي نعيشه اليوم في شتى المجالات، لا يزال هناك من يحرص على إحياء بعض الصناعات التقليدية القديمة المهددة بالاندثار. فذلك المصنع البسيط الذي يبدو بدائيا في شكله وأدواته يعمل به نحو 150 شخصا ينتجون نحو 3000 قطعة يوميا من المنتجات الزجاجية مختلفة الأشكال يتم تصميمها بأسلوب النفخ التقليدي. أول حاجة مكونات الإزاز عندنا بيبقى صودا قش أو صوديوم أو رملة بتيجي من سينا، الحاجات ديت بتتخلط بطريقه معينه بنسب معينه، وبعد كده الحاجات ديت بتبدا تتحط في الفرن، بتاخد سوا معين بدرجه حراره معينه، وبعد كده بنبدا بقى عمليه التصنيع، ان احنا نجيب الازاز نشكل الازاز، بيمر بعد كده بعمليه التقطيع، بعد كده اخر حاجه بتبقى عمليه الزغرفه حسب طبعا الطلب وحسب اللي بيطلب مننا والاشكال اللي بتطلب مننا. وتواجه هذه الصناعة مثلها مثل العديد من الصناعات التقليدية بعض المشاكل، منها منافسة المنتجات الحديثة إلى جانب ارتفاع أسعار الطاقة. المشكلة اللي واجهتنا الفترة اللي فاتت كلها ارتفاع أسعار الوقود. ارتفاع أسعار الغاز بنسبة 150%، اضطرينا إن احنا نعلي في الأسعار. السوق وقف شوية، بدأنا ننزل في الأسعار تاني عشان الدنيا تتظبط، كده يعني. بس هي فكرة الغاز هي كلها هي المشكلة اللي بتواجهنا. الإبقاء على مثل هذه الصناعات يعتبر جزءا من الحفاظ على تراثنا المصري القديم، فضلا على تعريف الأجيال الجديدة بصناعة يرجع تاريخها إلى الألفية الثالثة قبل الميلاد.